السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. رفض أهالي منطقة العريان في محافظة النجف نصب أبراج الاتصالات بالقرب من المدارس لما فيها من مشاكل وتأثيرات على صحة الإنسان والتي تهدد حياة الكثير من أبنائهم. دعونا نشاهد. طبعاً كلامنا والحكومة المحلية، من بعد الحكومة المحلية تسمعنا من الحكومة المركزية. هذا البرج اليوم البيانات الموجودة أنه بمادة مسرطنة، كل دول العالم المجاورة العربية أنه ماكو برج بهالشكل هذا بالجهة الأفقي العمودي. يابا اليوم احنا برج بمغرب ومئات الحالات موجودة سرطانية وحتى تشوه خلقي، وما اكتفى بالبشر لا حتى بالحيوانات صارت هسه تشوهات خلقية. اما انت اليوم تجيب لي المدرسة الوحيدة بمنطقة نهر العريان تحمل تقريبا 500 طالب، كل بيت يعني بيه 3 طلاب 3 افراد من هالبيت. انت اليوم تشدني تعدمني؟ انت سيد مدير ناحية، انا التقيت بك شخصيا وقلت لك شنو اجراءاتك؟ مكان ما تودي المركز الشرطة من الدورية من المفرزة تمنع يستغلها استغلال بزيارة الـ40 ويجيب لي البرج. يعني ظلم ماكو؟ ظلم ماكو بالمنطقة؟ لا اكو ظلم بيني وبين، لكن احنا نمشي ورا القانون، ومن بعد القانون نعلم ابو البرج اللي يجيني من غير المنطقة وينصب عندي. هذا البرج من شهر إلى ما تفلش يتحملها مدير ناحية ويتحمل المحافظ ويتحمل شكو مسؤول يدي موت لي، والله ما يموت لي. انا لا عدنية، انا عدنية اموت، مو انا من يموت ابني يعني ميت ثاني، لكن ما اموت بذل والبرج فوق من راسي والمسؤول متروس جيبه. ابدا ما يصير. هيهات هيهات، انت اليوم المسؤول جيت حاط لك صردق وتخدم الحسين، الاصلاح الحسين شنو مبدا الحسين؟ تكتيل وادم؟ احنا اليوم نسولف هاي السالفه وهاي الناس موجوده وهاي الشخصيات ونحارب بما نستطيع. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، وننتقل إلى مقطع آخر، حيث اشتكى أهالي قضاء بعقوبة في محافظة ديالى من كثرة أبراج الاتصالات وتأثيراتها السلبية على صحة الأهالي، خصوصا بعد تزايد معدلات أمراض السرطان نتيجة وجود الأبراج، حيث هددوا بإحراق برج للاتصالات في منطقة المفرق والذي يتسبب بانتشار الأمراض المسرطنة، وسط دعوات لرفعه وفتح تحقيق عاجل في وفيات السرطان الأخيرة. لنشاهد. هاي الشبكة من النصبين احنا كليتنا قدماء إلا ما ندر جدا، وياي الحالات بدأت تظهر وين؟ بعد ما نصبت هاي الشبكة، فالناس وفاتنا لهاي الحالة، يعني حالات صارت 1 2 3، مرور الزمن قام يتكاثر بالشارع هذا 2 3 نفس الحالة. هذا هذول بنات 1 6 سنين 1 8 شالت يا رجل عافت البيت ومسكت، هذا بنات 2 اللي راح يموتون من هذا اليوم وماشي برقابكم انتم المسؤولين. شفنا حديثنا، يعني انا هذا الحديث اللي جاي احكي لك اللي بقلوبنا. الله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم انهم مسؤولين، انت مسؤول. هذا سبب هذه هنا سبب موت، هاي هجمان بيوت. اللي ينصاب بهذا المرض وانت اعرف اللي ينصاب بهذا المرض يحط ماله وتالي يموت، يعني موت وخراب ديار. انا احرقها انا قدام الكل، لا شرطه خاص ولا قياده هين ولا كسر، احرقها وكل سرعه كيمياء وحرقة جسمي احرقها، قسما بالله العظيم 7 جهال عندي ولا شركة ولا تقول القانون، احنا القانون في غنى عنا، في غنى عنا، احنا هذا تسوي شيء حتى خافوا عقب يصير شيء لا تقولوا ما في القانون. نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث تحدث ناشط من محافظة ديالى عن مشاكل أبراج الاتصالات في قضاء بعقوبة وتسجيل عدد من الحالات بمرض السرطان بسبب تلك الأبراج.
لنستمع. اليوم أنا أتواجد بالمنطقة الموبوءة بحسب وصف الأهالي في منطقة المفرق اللي تعج بها أمراض السرطان بالقرب من أحد أبراج الاتصالات. بالمناسبة هذا الشارع أغلبه كتب لافتة الدار للبيع بعد صدور وثائق رسمية من قبل الجهات المعنية تؤكد على أنه هذا البرج اللي موجود هو يبعث مواد تؤدي إلى السرطان وخارج الضوابط، بحيث أنه هو كان محطة المفروض تكون فرعية لكن بعدين اكتشفت الجهات المعنية أنها محطة رئيسية تبث لأكثر من 50 كيلو، مما أثر بحسب الأهالي على أرواحهم وسبب الكثير من الوفيات والإصابات. وأكبر دليل على أنه هذا البرج هو خارج الضوابط هو اليوم صباحا تم تفكيك بعض الأجزاء وأطفاء ليلة أمس من قبل السيد المحافظ. لو كان البرج أصولي وتحت الضوابط الصحية وشبكة الاتصالات ما يتم رفع بعض الأجزاء من عنده. اليوم الأهالي تطالب بمحاسبة المقصرين وتعويض ضحايا أبراج الاتصالات. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو صهيب يقول: هي أكثر الأبراج قريبة على البيوت وتسبب أمراض سرطانية. تعليق لدينا من مهند الجبوري يقول: نتمنى رفع الأبراج من المناطق السكنية. تعليق من حيدر العبودي يقول: أينما تواجدت هذه الأبراج تواجد مرض السرطان. وأحمد مبارك يقول: الأبراج عشوائية في المناطق السكنية بدون رقيب ولا حسيب ولا دور حقيقي من وزارة الاتصالات. دعونا ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى، أو قبل لا ننتقل دعونا نأخذ اتصال من السيد أبو عمر من بغداد وبعدين نعود لنكمل الحديث في مواضعنا أو مواضيعنا الأخرى. أبو عمر تفضل، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، تحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، حياك أستاذ محمد. إحنا بنشوف هاي الأبراج اللي من 2003 ولحد الآن اللي كثرت يعني بأحياء بغداد ومناطقنا ومحافظاتنا، هاي المفروض ناس اختصاصيين يكون لها مكانة ويكون لها بعيد يعني عن المواطنين. هي تذبذب أشعات يعني أمراض سرطانية تسوي، فهذه المفروض تسببها الحكومة وسلطة وزارة الاتصالات. المفروض تحاسب اللي يعني اكو كثير عندنا ناس انه على حسابهم الخاص، واذا كان يعني للدولة راده هي المسؤولة عنها، فهاي تسبب امراض سرطانية. طيب انتم من تسببون امراض سرطانية، مستشفيات ما عندنا بيها خير، مستوصفات ما عندنا، علاج ماكو، يعني بيقتلون الشعب. يعني هل كان لهذا الشخص ليجرؤ على نصب برج الاتصالات في منطقة سكنية لولا أنه يعلم أن هاي الحكومة حكومة فالتة، قضاء يعني أعرج أعور ما يشوف؟ يعني لو كان هناك خوف من القانون فعلا في العراق وخوف من هذه السلطة اللي تطبق العدالة، خلينا نقول إذا كانت موجودة، هل كان ليجرؤ أي مواطن على مخالفة القانون؟ أستاذ محمد، إحنا لو كان عندنا قانون يردع يعني سلطة هاي الأحزاب والسلاح المنفلت والمخدرات اللي قاعد تصير عندنا، والحمد الله يعني المواد الثقيلة مع العمليات اللي أيضا هم تسبب سرطان اللي نعرف بيها مدينة الطب، يعني تنذبج حكم الله وهي المجاري المياه وتروح إلى نهر سجلة، فهاي هم ايضا السبب من امراض سرطان. يعني المواطن هم يشرب الماء من هذا النهر. هل العتب ابو عمر، العتب واللوم يوجه على هذه الشركات او على بعض المواطنين اللي يقومون بنصب ابراج الانترنت او الاتصالات، ام العتب واللوم والمسؤوليه تقع على عاتق الحكومه؟ الحكومه هي اللي مفروض تسيطر، هي اللي مفروض تفرض نفسها بقوة القانون على الناس في سبيل منع هذه التجاوزات ومنع هذه التأثيرات الخطيرة اللي تأتي من وراء هاي الأبراج وغيرها.
استاذ محمد، يعني طبيعي الحكومه العتب عليها، يعني العتب عليها من نشوف هاي الامراض والشعب قاعد يعاني والناس المواطنين قاعد يعانون. يعني هي مو شرط انه كل شيء حب الماده وحب المبالغ وكيف توصل لهم وكيف انه يعني يحصلون على مرافق. يعني لو كان همهم وحبهم للشعب وخوفهم على الشعب ما كان انه هاي تصير امراض سرطانيه والناس دي يناشدون من هاي المعاناه اللي قاعد تصير عندنا بالنجف وبغداد بديالة بكل المناطق. يعني احنا قبل كان عندنا شركات العامه للاتصالات، كانت التليفونات ارضيه وكان يعني منظمه وما كان عندنا هاي الامور تصير. لكن من صارت عندنا شبكات انه بالجو متعلقه على يعني عده الامتار يعني واصله الى السماء عندنا سرطانيه. ليش؟ لانه سبب الدوله تخاف على المواطن، حرصها على المواطن، تخاف كل شيء انه يؤثر على المواطن، فصحه المواطن واهتمام طيب. المواطن هي من ضمن مسؤوليات الدوله. شكرا جزيلا ابو عمر. نعم. استاذ محمد شكرا جزيلا ابو عمر من بغداد وصلت الفكره، حياك الله. شكرا جزيلا. دعونا نكمل مشاهدينا الكرام، لدينا من مواضيع في هذه الحلقه. أظهرت لقطات مصورة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حرق النفايات في قضاء شطر العرب بمحافظة البصرة، ما تسبب بتلوث الهواء وهدد حياة الأهالي الذين عجزوا بسبب كثرة المناشدات الموجهة للجهات المختصة من أجل التدخل بعد تزايد الأمراض السرطانية في القضاء بسبب التلوث البيئي. دعونا نشاهد. للسيد رئيس الوزراء، إلى وزارة البيئة، إلى الأستاذ حيدر طعمة قائم مقام شط العرب، إلى الأستاذ محافظ البصرة أسعد العيداني، إلى أهالي شط العرب. هاي هنا بين فترة وفترة يحرقون نفايات، شوف الدخان شلون صاير، الجو شلون متلوث. شوف هاي المكان مال حرق النفايات، بين فترة وفترة هنا يحرقونها. بلدية شط العرب لا تشوفون، هاي محطة كهرباء، هاي باعوها محطة كهرباء ثانوية اللي قريبة على سيطرة الكباس الصغير القديمة، هاي وصفها الحرق. شوف الدخان وين واصل، شوف الدخان وين واصل. هاي الأجواء كلها صايرة سودة، جاي يشوفون أهل شط العرب، أهل البصرة جاي يشوفون فوق التسمم وفوق الصخام فوق تلوث البيئة. هاي زيادة لكم، شوفوا جاي يشوفون لو ما يشوفون أهل شط العرب. أسعد العيداني، حيدر طعمة وزير البيئة، جاي يشوفون لو ما يشوفون. الله ينتقم من كل ظالم ان شاء الله، الله على الظالم. ناس مرضى، ناس عندها انواع الامراض. البصره ترست بالسرطانات، مستشفى التعليم الخاص بالاورام ترس بالسرطانات، الامراض المسرطنه. انا لله وانا اليه راجعون. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. بيّنت لقطات أخرى لحرق النفايات في منطقة جويبدة غربية البصرة حالة أو تأثير هذه الحرائق على البيئة بشكل عام، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم من هذه التأثيرات المستمرة من الحرائق والسلبية على صحتهم وعلى البيئة كذلك. لنشاهد. تحية لوزارة البيئة. وزارة البيئة عيني، جزاكم الله خير. هاي المناطق، هاي منطقة شويبدة اللي هي غرب الزبير، وهاي مناطق التمر الصحي اللي جاي تشوفونها، هاي مستمرة على مدار الساعة. وهذا هسه الدخان هذا متوجه على الزبير وعلى صفوان، يعني خاف ما احد ما دازلكم الفيديو او ما شايفيني، احنا راح نودي لكم هذا التصوير. ليش بعد يعني
نلقى الكرة بملعب الاستخراجات النفطية وكذا، زين هاي ما تأثر؟ شنو الفرق هذا عن فرق التلوث اللي ناتج عن الاستخراجات النفطية؟ نستمر معكم مشاهدينا الكرام. وثق مواطن من أهالي محافظة البصرة حالة مياه أو تلوث مياه شط الرباط في المحافظة في ظل إهمال الجهات الحكومية له. دعونا نشاهد. أخوان هذا شط الرباط، بقول أخوان هذا شط الرباط، شوف التايرات، هذا شط الرباط، شوفوا شط الرباط هذا، بعد التايرات، الأوساخ، الزبايد، هاي الزبايد. احنا نناشد محافظة البصرة، ما عندنا ناشد، ما عندنا وزارة مال كري الأنهار، وزارة الري، ما عندنا ناشد يا وزارة، ما أدري. شوف حتى أمراض، حتى رياحة، الله يشهد، يعني بالليل ما نقدر ننام. يعني هسه هاي الميزانية المليارات اللي تطلق مياها للبصرة، ما تقدرون تسوون بينا، تكرون هذا الشاط كري، كري الأنهار، يعني تسوون انه هاي المجاري الزبعلية، هاي التايرات، هذا جسر الرباط أخوان، هذا جسر الرباط. هاي بعد الأوساخ الزبايد. الناشد محافظ البصرة أسعد العيداني، خلي يلتفت بس الأنهار، عندك نهرين هنا، نهر الرباط ونهر الخندق، يعني انتهن كلش، خوف نهر الخندق السيد، الله شاهد. هذا النهر كان، هذا قبل كان جنة، والله العظيم جنة، جنة كان، هسه بعد الزبايد. خل أقول لك على الصفحة الثانية شوفه. هاي أنا أناشد المعنيين، أناشد أهل البصرة، أناشيد وزارة الري، أناشيد البلدية، هسه البلدية مبارك تطلع تنظفها. هاي الزبالة، وهذا الشط، هذا شط الرباط مع الزبايل بعد. أخوان يعني هسه البلدية، سيد علي مدير بلدية البصرة، أطلع لك فد جماعة ينظفون هاي الأنهر، على الضفاف مال الأنهر، هاي الزبايل شوف. بعد الزبايل، بعد التيارات، شوف الأخ ياسر. هذا الشط يا شط، هذا شط الرباط، هذا قبل هنا البساتين والبني، كله بني، الله شاهد، كان كله بني، قطاطين هنا بهذا الشط كله قطاطين، بس لكن شنو، والريحه تقتل، واليوم الشرجيه حتى ما نبني ببيوتنا من الريحه. فيا محافظ البصره، الناشد وزاره الري، الانهار، وزاره الانهار، وما عندنا احنا مليون وزاره، بلكي تعدهم هالوزاره هاي، خلي يكرون هذا الشط. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تحدث ناشط عن تفاقم حالات التلوث في محافظة البصرة والتي تهدد حياة الكثير من المواطنين، وسط صمت حكومي لمناشدات الأهالي من أجل إنقاذ البيئة من مسببات التلوث. لنشاهد. أنا البيت واحد عندي ست حالات ببيت واحد. ببيت واحد. ببيت واحد ست سرطان في محافظة البصرة. والدتي، عمي، ابن عمي، بنت عمي، ابن عمتي، كلهم مصابين. اسباب السرطان، انا اقول لك اسباب السرطان، وارفع الدعوه على اسباب السرطان بعد. المنافع الاجتماعيه والغاز. الغاز اللي جاي يستخدم فلوس المنافع الاجتماعيه، وين جاي تروح؟ انا اقول لك وين تروح؟ المرضى، لا لا، سبيسات وتراب. اللي ما حد جاي يتطرق لها. اصلا ما موجوده اي منافع اجتماعيه. بالضبط، جيت من القرمين هنا، قلت صورني وانقذ معاناه اهلي. عندي نسوان ما تقدر تحكي، عندي شيوخ ما تقدر تحكي، عندي اطفال بها سرطان، عندي فشل كلوي، عندي تلوث، عندي ماي خايس، عندي 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 عندي. اهلنا وناسنا في شمال البصره ومركز البصره ونواحي البصره كتلهم السرطان، ناهيك عن الماي الخايس وعن التلوث البيئي وعن الانبعاثات الغازيه والامور منتهيه كلش. اجت بحدة أممية للبصرة قالت بعد 5 سنوات لا يمكن العيش في محافظة البصرة، لأن الإشحاء والسرطان والأمور البيئية منتهية. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الملف. أسامة يقول: سبب تلوث البيئة أولا الغاز المنبعث بالهواء، ثانيا الحرق للنفايات، ثالثا معامل الإسفلت، رابعا الغازات المنبعثة من مياه الصرف الصحي القريبة من المنازل السكنية. تعليق من سيد علي الموسوي يقول: السبب الرئيس لأمراض السرطان الغاز الطاير بالجو وكثرة أبراج الاتصالات في المحافظة. تعليق من عبد الإمام يقول: عمي، السرطان منتشر في البصرة في كل أقضيتها بشكل سريع ومذهل، أنت روح شوف مستشفى التعليمي
يجوله من العمارة ومن الناصرية ومن السماوة نفوس البصرة تقريبا 7 ملايين نسمة. وتعليق من منتظر ياسين يقول: أي والله كلها بسبب تلوث أجواء البصرة من الحرق والحروب. طيب قبل أن ننتقل لنتابع مشاهدينا الكرام باقي المواضيع، دعونا نستمع لرأي السيد أبو سارة من الناصرية. تفضل يا أبو سارة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حياك الله أبو سارة، كل الهلا. أنا ما عندي تعليقات، أنا أريد أعزي أبناء بالمغرب. نعم نعم. يا أستاذ محمد أسمعك يا أبو سارة، تفضل. التعازي وإخواني وأصدقائنا بالمغرب. نعم. طيب أريد منك أبو سارة تعليق عن الوضع أو على الوضع داخل العراق. يعني مهما كان حضرتك طابد يعني ترسل التعازي والمواساة إلى الأهل في المملكة المغربية، لكن أريد نسمع منك بما أنه أنت شاركت ويانا رأيك بالوضع العام بالنسبة على الأقل للمواضيع اللي طرحناها، التلوث البيئي الموجود عندنا بالعراق، وليش ما يشوفوا له حل. يعني الناس انترست أمراض بسبب الملوثات البيئية، والحكومة صاحبة المليارات والعلاقات الدولية والإمكانيات، مدى تشوف حل لهذه الملوثات؟ ليش يا أخي احنا مليارات وين؟ مليارات تروح لإيران والعراق، هم ما يفكرون بالعراق أساسا، ما يفكرون. لا عاد شنو وظيفتهم إذا مدى يفكرون بالعراق وبالمواطن؟ شنو وظيفتهم؟ شنو مهمتهم؟ والله يا اخي مهمت يصدرون شكو نفط عدمه لكم دولارات ودونها لايران على مود ايران باشر، يقول لك العراق اذا صارت ثوره بالعراق هم يلفونهم. هذا الموضوع ترى. نعم يعني ذولا اللي يطلعون بالاعلام اللي تابعين لهذه الاحزاب اللي يقولون هذه الحكومه هي حكومه الخدمات، هذه الحكومه مختلفه عن السابقات، هاي حكومة نزيهة، حكومة وطنية شريفة. أكثر من 10 أشهر وأكثر مضت على حكم محمد الشيع السوداني، لغاية الآن أنت ابن الناصرية، بس اسمح لي، أنت ابن الناصرية لمست شيء من خدمات قدمت إليك؟ يا أخي عندنا مجسر صار من 2014 لحد الآن ما كامل، منع الناصرية الأولمبي قال 14 سنة، والخدمات ما في أي خدمات ولا أساسا أكو دولة. نعم والله العظيم. شكرا جزيلا لك سيد أبو سارة من الناصرية. طيب ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لنتابع موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. وثق ناشط انهيار جسر عبور في منطقة بمحافظة ذي قار، هي منطقة البدعة تحديدا، دون أي استجابة لمناشدات الأهالي بترميم الجسر وإعادته إلى العمل. دعونا نشاهد. رسالة للمحافظ وللطرق والجسور، عندكم واحد طايح هذا الجسر، تعال هذا صار له السنة الثامنة السادسة على هالوضعية، عنده فقرات مكسور طايح. هاي المنطقة بالبدعة طرب المخيم بهاي الجهة، تعال هنا هاي المنطقة 500 بيت 1000 بيت تعبر لهاي المنطقة، مدارس المستشفى وين يعبرون؟ تعال يعبرون على هذا الجسر ابو الفقرات. هذا نواب اجوا ما اشتغلوا، خذوا يما صور ما اشتغلوا، مسؤولين كل شو كلاشي، فلا واحد كمله ابد. معقوله هذا جسر تعبر عليه اطفال؟ رساله للمحافظ ومدير الطرق والجسور والشك واحد، هذا الجسر بالبدعه طايح مفلش وتعبر عليه ناس وستوتات. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ونبقى في محافظه ذي قار وموضوع انهيار البنيه التحتيه.
إذ اشتكى ناشط من إهمال محطة قطار الناصرية ووجه رسالة للمسؤولين وإلى وزير النقل بسبب هذا الإهمال للمحطة وتهالكها دون صيانة أو اهتمام. لنشاهد. رسالة إلى وزير النقل، رسالة إلى مسؤولين محافظة ذيقار ولا الحكومة المحلية والمركزية، رسالة لكم. هاي البناية بالناصرية، محطة قطار الناصرية، بس خلينا نشوف الوزير، عين الوزير، البناية الوزارة قاعد بيته تقبل هيش حالها؟ تقبل أصحلك بسايبة أنت تفتر؟ تقبل القاعة مال المسافرين هيش حالها؟ تعشوا هاي هيجي هنا المواطن يجي ينتظر ثلاث ساعات أربعة. يا الله الوزارة مخصصة تراب وهاي مصرايين وهاي هاي الوزارة هاي عم الوزير بلد مخصص لنا الناصرين با تعال ما مليارات بتصرف فيها هسه والله من اسعد ما بيقبل تحكي لها العالم ليش هيك ما تخافون الله غير وزاره وفلوس والمشكله الناس وميزانيه. نتابع الان مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. رحيم يقول والله عيب على كل مسؤول ما يخدم بلده وناسه، التاريخ يسجل، يعني احنا بسنة 2023 وهذا وضعنا المزري، كل شيء متوفر، مواد البناء والأيدي العاملة والأموال، وأعيد تأهيل محطة قطار الناصرية والمحافظ عنده صلاحيات، يعتبر حكومة مصغرة. تعليق من مصطفى يقول للمعلومة وزير النقل هو من الناصرية وكلش زين يدري بيها وبحالها. تعليق من أبو حسين الفرطوسي يقول جسر مشات إيش قد تكلفته؟ والله ما تكلف ما يرادلها نواب وطقسوار، هو واجب الطرق والجسور. طيب سعد يقول 25 سنة حكوماتنا إنجازاتها، 20 سنة حكوماتنا إنجازاتها كلها حبر على ورق. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. وجه مواطن من محافظة البصرة انتقادات لاذعة للشركة المسؤولة عن تعبيد الشوارع التي تقع بين كورنيش شط العرب وبين شارع الوطن في المحافظة. لنشاهد. هذا الشارع اللي واقع خلف رئاسة الجامعة في محافظة البصرة، هذه إلى محافظة البصرة وإلى المهندس المقيم على المشروع، أسألكم بالله أكو مشروع يتنفذ بهذه الطريقة؟ اكو مشروع اليوم يتنفذ بهاي الطريقه فوق التراب؟ شارع يعني هذا مقتنعين، هذا مقتنعين بتبليط محافظ البصره؟ شوف هذا المشروع يعني معقوله؟ ما كل يوم واحد اشرف على هذا المشروع؟ ما اعرف يعني، حتى لو تبرع ما يتنفذ بهذه الطريقه، حتى لو واحد غبي ما ينفذه بهذه الطريقه. تفضل. ما اعرف انه بتنك مال زفت، يعني يزفتون الشارع بتنكه، ما يزفتون بسيارات. بالله عليكم هاي هذا مشروع ينفذ بهذه الطريقه؟ ما معقوله يا محافظ البصره، يا المهندس المقيم المشرف على هذا المشروع، ليش قاعد تتنفذ هذه المشاريع بهذه الطريقه؟ اغلب شوارع البصره قاعد ينفذ بها المشروع، بعد سنه او سنتين تتحفر. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. انتقد مواطنون سوء الخدمات في قضاء أو في محافظة ذيقار وانقطاع إنارة الطرق التي تم تنفيذها من قبل الشركات التي وصفها بالفاسدة في ظل غياب المتابعة والمراقبة الحكومية. لنشاهد. السلام عليكم. طبعا هاي الإنارة صار لها شهر، هذا منها السائد الأيمن صار لها شهر طافي، احنا ملينا من الحكي والعتاب والناشد يا حكومه ويا حكومه، عيب والله عيب. يعني دائما احنا ننشر ونصور، يعني هسه مسؤولين بالكهرباء المهندس اللي مسؤول الجهه المستفيده ما اجت يوم من الايام، ما اجى مسؤول، اجى نائب، اجى محافظ، لقي مقام، اجى من هنا قال يابا تعالوا اهلي والسلام عليكم،
ليش طافي هاي الإنارة منا؟ شنو مثلا مولد وطنية تمشادينه؟ هسه هاي منا الجهة اليسرى موجودة، أما الجهة اليمنى ما موجودة، يعني ماكو، هاي بس الأعمدة موجودة. يعني احنا دائما من نشتغل شغلة نخرب شغلة، ليش كافي تعبنا ملينا من الحكي؟ يا رئيس الوزراء كل مشاريع ذي قار مشاريع فاشلة، مشاريع ما تلبي مطالب أبناء ذي قار، سببها هي فقط هدر بالأموال، هدر بالمليارات. وكما شاهد يعني أبسط شيء أعمدة، يعني مجرد هي كيبل مال كهرباء وقلوب فوق وطافية صار لها شهرين، نعرف السبب وين. أنا يعني أتصور جزء هاي الواير مال مولد جزء مقطوع أو خط ناقل مقطوع ما يندلونه، والله عيب وفشلة. نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. آدم العراقي يقول: لو أكو حكومة مخلصة لله وللمدينة في عملها أو في عملهم لما وصل الحال في المدينة إلى هذا الحال. ظافر يقول: لا حسيب ولا رقيب، لا محافظ ولا هيئة الإعمار والاستثمار مو يمهم الموضوع. تعليق من فؤاد يقول: أين دور المتابعة في المحافظة والبلدية؟ ولدينا تعليق من سامي يقول: مهزلة بمعنى الكلمة، ما يجري من تدمير اسمه وليس إعمار. طيب السيد أبو إيهاب معنا من مدينة الموصل، تفضل يا أبو إيهاب حياك الله. مساء الخير عيوني. مساء النور، أهلا وسهلا يا أبو إيهاب. كيف حالك؟ الله أنا من الموصل. حياك كل الهلا، تفضل يا أبو إيهاب. تادي عزيز، أنا أريد أعرف شنو دور الحكومة؟ هل الحكومة حاليا الموجودة يعني ما تدري بهاي الشوارع اللي تمشي فيها؟ زين دور المحافظ شنو هو؟ نعم. طيب جاوبني على الأسئلة اللي حضرتك طرحتها. نعم. هسه نحن كمحافظنا الجديد صار له سنتين، عندنا ثلاثة محافظ نجم الجبوري. إعمار حاليا فول. وين بيا مناطق؟ بيا مناطق فول؟ موصل، موصل عامة. وين بالموصل؟ بالأيمن؟ نحن بالأيمن حاليا. والأيمن إعمار فول حاليا؟ كلها الموصل كلها. يعني الأنقاض اللي موجودة والقنابل اللي موجودة تحت الأنقاض وآثار بس اسمح لي وآثار العمليات العسكرية والجثث اللي بعدها تحت الأنقاض كلها انشالت؟ لا هاي حاليا بعد. انا اعتقد هاي بيها يد، يعني ما حد يلعب بيها، ما اكو سبب بيها. يعني هاي الشيء اللي شلون تقول، شلون تقول الايمن كله فول اعمار؟ هسه الايمن من ناحيه جوسق والطيران والدلدان والمناطق بعيده عن هاي المنطقه القديمه. المنطقه القديمه سبب، اعتقد له سبب. هاي المناطق القديمه لا حد ما عرف سبب ليش ما عاد يعمرها. يعني ما عاد اعرف ايش السبب، ما عاد يتقرب عليه. طيب هذا السؤال ما العلم يعطوهم تعويض يعني، وسع يصير بناء، ما اقول لك ما يصير بناء من التعويضات، لان يعني التعويضات تاخرت هي. هم طبعا ما يدرون يعمرون، هم الحكومه المحليه، هتعمر الشوارع وهتفتح لهم الارصفه، سويت لهم ماي وكهرب كل شيء. يعني بس سؤال يا أبو إيهاب، سؤال لو سمحت. إذا كانت الحكومة المحلية دا تسوي شارع ودا تبلط رصيف وغيره، الناس حيجون ينامون على هاي الشوارع؟ لو يريد بيت يأوي هو وعائلته، ذولا اللي قاعدين لغاية الآن في مخيمات، أليس الأولى بالمحافظ والمحافظة أنه يروح للمناطق المدمرة ينتشل هذه الأنقاض ويبني عليها بيوت جديدة حتى يسلمها للناس اللي قاعدين صار لهم سنين بالخيام؟ طبعا هي الانقاض انشالت تقريبا 60-65% من الانقاض، بس هي التعويضات جد متاخره، من الحكومه الرئيسيه. تعويض عن الضرر الكامل لبيت كامل، ايش قد التعويض اللي ينطوهم اياه؟ قليله. اذا هذا مو اسمه تعويض. التعويض الحقيقي هو أن يعاد إعمار المناطق التي دمرت بالكامل حتى يرجعون الناس إلها. نحن نقول سبب هون لعد.
السبب مين لحد؟ المحافظ لسبب الحكومة؟ ما هو أنا دي أسألك، أنا دي أسألك أنت برأيك، أنت برأيك منو السبب؟ أسألني بس أنا عاد أسألك حالياً الإعمار اللي عايشير حالياً أنت تمام حقك المدينة القديمة ما حد تقرب عليها صح؟ بس أنا أقول لك حالياً الإعمار عايشير بيها الجسور والأنفاق والشوارع تفتح كلها. شوف سيد أبو إيهاب، الدمار وصل بالجانب الأيمن أكثر بكثير من الجانب الأيسر، تجاوز نسبة 90% من الدمار اللي طال المدينة القديمة والجانب الأيمن، تمام؟ يعني الأولى باعتبار أنه الأيسر رجعت للحياة بعد فترة ليست بطويلة من انتهاء العمليات العسكرية، الأولى أنه أنا أسخر كل الجهود والطاقات والإمكانيات في سبيل أنه أرجع أعمر المدينة القديمة أو الجانب الأيمن من مدينة الموصل. ما تقول لي شارع وتقول لي كورنيش وتقول لي رصيف لني فائدتهم للمواطن شنو؟ بقدر ما هو محتاج كهرباء ومحتاج منزل يعاد بناءه مرة ثانية حتى في سبيل يرجع من المخيمات اللي دمرتهم، ناس انحرموا أطفالهم من المدارس، صح، انحرموا صح، أوراق ثبوتية ما حد يعترف بيهم غير المخيمات اللي هم بيها، وبيوت ما عندهم. التعويضات انت دا تقول تعويضات قليلة ما تكفي انه هو يرجع جدا. يبني بيته قليلة جدا والله صدقت. إذا كان أكو عمل حقيقي من قبل محافظ نينوى فهو عمل في غير محلة مقارنة مع الأولويات والاحتياجات اللي تحتاجها المدينة. مضبوط حقيقي والله صدقت. تمام، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو إيهاب من مدينة الموصل. لا اعتراض أبدا على أي شخص يسعى للعمل بشكل صادق ونية مخلصة لله تعالى أولا وللبلد في سبيل أنه يساعد أبناء بلده، لا اعتراض، لكن أن تكون استعراضات إعلامية بقدر ما هي عمل حقيقي على أرض الواقع لا. هنا أنا يعني على الناس أن لا تنخدع بالمظاهر وأن لا تنخدع بهذه البروباغاندا الإعلامية وهذه الاستعراضات والشو. الملموس وين على أرض الواقع؟ مدينة الموصل بحاجة إلى أعمار، قضاء جرف الصخر بحاجة إلى أن يعود أبناء إليه مرة ثانية وتطرد هذه الميليشيات. محافظات كثيرة بعد أبنائها لا يزالون في المخيمات، أكو مغيبين، أكو معتقلين أبرياء، هاي ملفات من يجي واحد يعالجها نقول والله دا يشتغل، لكن أنه يأتي إلى منطقة مضروبة بكافة أنواع القذائف والصواريخ والهوانات والمتفجرات ويروح يبلط لي شارع ويعوف هذه المدينة المنكوبة، هذا ترقيع وليست معالجة حقيقية. طيب دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع الانفوغرافيك الآتي في حلقتنا لهذا اليوم. غياب الاستعدادات الحكومية لمواجهة الكوارث الطبيعية يسبب قلقا جديدا للمواطن العراقي، طبعا في ظل ما تشهده المناطق المحيطة بالعراق من زلازل وكذلك ما حدث مؤخرا في المملكة المغربية، يخشى المواطن العراقي على نفسه وعلى حياته من غياب الاستعدادات الحكومية تجاه الكوارث الطبيعية التي ممكن أن تحدث، لأنها أمر إلهي ممكن أن يحدث في أي مكان في العالم، وبالتالي أين هي الاستعدادات؟ هذا هو ما يشعر المواطن العراقي بقلق دائم بسبب خوفه من ما هو قادم. دعونا نتابع الانفوغرافيك الآتي من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية.
مشاهدينا الكرام، دعونا نستمع لحديث السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب المنصر، بيع حروب، شاهدة حروب. نعم. وصار بيها بناء وتأخر البناء، تقدم البناء. بس احنا الديوانية لا دخلت حروب. نعم. ولا دخلت ولا بيها كوارث طبيعية. بيها بس كوارث إنسانية. نعم. كوارث إنسانية من الدولة ما عندها رحمة. نعم. جسر عندنا بالديوانية من 2008 لحد الآن ما كامل 13 سنة، تعرف كل الديوانية. نعم. خدمات صفر بالديوانية، ترى كذب. لليوم الحكومة ما شافت إن حل بالديوانية. يعني السكن مالتها كلها قاعدة بالأراضي الزراعية والتجاوز يسمونها. ليش يتاجرون؟ ليش يتاجرون بمظلوميتكم؟ ليش يتاجرون بأنه أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية انظلموا من النظام السابق واضطهدوا وقمعهم الدكتاتور، ولازم احنا يعني نعوضهم عن اللي صار لهم طيلة السنوات اللي قبل 2003؟ مثل ما تفضلت، لا وقعت عليكم حروب، ولا طبيتم مشاكل عسكرية، ولا اكو كوارث طبيعية. شنو اللي منعهم من بناء محافظاتكم وتحويلها الى محافظات بجمالها وتطويرها اكثر حتى من دبي؟ كوارث انسانية، قلت لك انسانية، مخافة الله. هاي الكوارث اللي عندنا ما موجودة. يعني كل يجيبونه السيد حطوا محافظ، باق طلع، جابوا من كل قبيلة. هاي القبيلة من يجي يصير محافظ من عندها ومن حزبها؟ شاكو مدير ناحية، شاكو شو يصير من لون قبيلته؟ نعم. يعني دوار بالديوانية كلها مملوكة، يعني ترضى بالديوانية صحراء فارغة، الشعب الثلاث أرباع الديوانية قاعد بالتجاوز والزراعي، لا مجاري، لا كهرباء، لا خدمات. نعم. يعني هاي الديوانية محافظة، لا دخلت حروب، بس دخلت عليها الأحزاب اللي أفسد من صدام فزت بيها، منا لا لأباتهم لا باليوم الروانة يا أخو. طيب، أشكرك، شكراً. شكرا سيد ابو علي من الديوانيه. نتفاهم طبعا انفعالات المواطن والمتصل وحاله الغضب اللي دي يعيشها بسبب الظلم والقهر المستمر والواقع عليه وعلى عائلته وعلى ابناء منطقته وعلى محافظته اللي يعيش بها. يعني حقيقه الناس مكبوته والناس تشعر بغضب تجاه هؤلاء الذين يحكمون، لكن عالم راضي بهؤلاء، العالم، المجتمع الدولي راضي بهؤلاء، يدعمهم بالمال والسلاح، تمام، وبالنفوذ، ويعني وبالإعلام كذلك، حتى أنه إذا قمعوا أحد ما حد يهتم ولا أحد يكترث للأرواح التي تزهق على يد من يحكمون العراق. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. حدث تضامن وتعاطف كبير مع الشعب المغربي في محنته الحالية جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غربي مراكش والذي أودى بحياة وإصابة أكثر من 1000 شخص من المغربيين. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت مع وسم زلزال المغرب على منصة إكس. ليون تقول: المغاربة يجودون بدمائهم لإنقاذ إخوانهم، إقبال كبير لمركز تحقن الدم الرباط، نتمنى من الجميع، من جميع المغاربة، التوجه لأقرب مركز للتبرع بالدم. تيماء نايف تقول: قلوبنا مع إخوتنا في المغرب، حفظكم الله من كل سوء. ولدينا تعليق من إيمان تقول: اللهم احفظ إخواننا في المغرب الشقيق، اللهم ارحم موتاهم واشفي مرضاهم، اللهم جنبنا الزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ولدينا تعليق من أحمد العنزي يقول: إخوتنا وأهلنا في المغرب، نسأل الله أن يرحم موتاكم ويشفي جرحاكم ويجبر مصابكم ويعوضكم خيرا. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.